أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة لنطالع فيها أهم وأبرز ما تقوله الصحف العربية ومواقع الأخبار. والبداية من موقع بوست، والذي يكرر محاولته الإجابة عن سؤال مهم يدور منذ فترة ليست قصيرة، وعنوان الموقع: ما دلالات التصعيد الحوثي الإيراني في مضيق باب المندب وخليج عدن؟ تطورت الأمور في المياه الإقليمية اليمنية وفقاً للموقع، وذلك عقب تعرض مدمرة أمريكية لهجوم صاروخين خلال 4 أيام، ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تنفيذ أول ضربات عسكرية ضد الحوثيين منذ بداية الحرب التي أشعلتها الميليشيا الإنقلابية في اليمن. وأفاد المراقبون للوضع في تصريحات للموقع بوست إنه يمكن القول من خلال الأحداث الأخيرة أن الحرب في اليمن اتسع مجالها ليشمل مسرح عمليات أخرى هو المسرح الحربي. خبير في الشؤون العسكرية أوضح للموقع أن ما تقوم به السفن الإيرانية بالقرب من مضيق باب المندب وخليج عدن هو استعراض للقوة ونشاط استخباراتي داعم للحوثيين. إلى العنوان البارز الذي تصدر موقع يمن مونيتور في صفحته الرئيسية، وقال: سلطنة عمان وكيل حصري لنقل المختطفين الأجانب في اليمن. ويقول الموقع: باتت سلطنة عمان الوكيل الحصري للإفراج عن الرهائن الأجانب الذين يتم اختطافهم في اليمن، ويوما بعد آخر يتعزز الدور الغامض الذي تلعبه السلطنة، رغم أن العناوين البارزة تحمل لافتات إنسانية. ومنذ أكثر من عامين نجحت السلطنة في الإفراج عن عدد من الرعايا الأجانب الذين تم اختطافهم من العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين منذ أواخر سبتمبر 2014. يتابع الموقع: لا تكشف السلطنة عن الجهة التي تتفاوض معها، كما أنها تقوم بتخفيف مسمى عمليات الاختطاف التي تستمر أسابيع أو عدة أشهر، وتصفهم بالمتحفظ عليهم في اليمن دون تحديد أي طرف. وعلى الرغم من معرفة مسبقة بأن المواطنين الأمريكيين كانوا لدى سلطات الحوثي، وعزز ذلك تصريحات خاصة من البيت الأبيض اتهمت الحوثيين باحتجازهما، إلا أن البيان الصادر من الخارجية العمانية قال إن الجهات المعنية في السلطنة قامت بالتنسيق مع الجهات اليمنية في صنعاء حول الأمريكيين، وتم الإفراج عن اثنين منهم ونقلهما إلى السلطنة تمهيدا لعودتهما إلى بلادهما. اليمن في مدينة واحدة. عن هذه الفكرة كتب علي الفقيه مقاله المنشور في المصدر أونلاين، مشيدا برقعة جغرافية صغيرة لمت شتات اليمنيين وجمعتهم من جديد. وقال الكاتب: في مأرب يمكنك أن تجد كل اليمن، وبزيارة مأرب يمكنك أن تلمس حقيقة دفاع اليمنيين لاستعادة دولتهم ومدى استعدادهم للتضحية من أجل هذه الغاية، لتكون اليمن لكل أبنائها معلمون وأطباء ومهندسون وطلبة وأساتذة جامعات ونشطاء وقادة حزبيون، كل يبذل ما يمتلكه من قدرات ويضع إمكاناته ضمن المجهود الجمعي لمعركة استعادة الدولة التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، الجميع في طريقهم إلى صنعاء عاصمة الدولة اليمنية، يحاولون أن يفكوا عنها قبضة عصابات الانقلاب التي أطاحت بحلم الجميع في بلد آمن ومستقر ودولة قادرة على حماية كل اليمني. هناك وجدت الأصدقاء الذين مضى على غياب بعضهم فترة طويلة تمتد لأيام الجامعة. وجد الجميع أنفسهم مجبرين على التخلي عن نمط حياتهم الطبيعي، وتحولوا إلى مقاومين وانخرطوا في تقديم مهام مساندة للجيش والمقاومة. إلا أن الجميع يحملون من الأمل ما يملأ البلد سلاما واستقرارا في حال انتهى الانقلاب ووضعت الحرب أوزارها وتخلى أصحاب مشاريع الهيمنة بالقوة عن أوهامهم. استقبلت مدينة مأرب وما حولها مئات الآلاف من اليمنيين من مختلف المحافظات، ومع ذلك لا تسمع سؤالا من أين أنت، لأن اليمن كله بالفعل في مأرب. وقد استطاع المعنيون بالأمن ضبط الأمن في مدينة مستهدفة لدى تحالف الانقلاب بدرجة أولى، دون أن يقتضي ذلك انتهاك حريات الناس أو فرزهم على أساس مناطقي. تفاجأ المحررون في موقع عدن تايم حين وصل إليهم أب يحمل رسالة لابنه المختفي، وقال الموقع: إن جمال الرشيدي وجه دعوة إلى ابنه المتهم بقضية قتل للحضور وتسليم نفسه للسلطات الأمنية.
وقال الرشيدي إنه يوجه نداء إلى ابنه حسين البالغ من العمر 22 عاما والمتهم بحادثة قتل في منطقة يافع. وأوضح الرشيدي أن ابنه خرج من السجن خلال الحرب الأخيرة ولا يعرف مكانه، داعيا إياه إلى تسليم نفسه تجنبا لتطور المشكلة. أما المواطن الآخر وهو عبد الرحمن علي من سكان مديرية تبن محافظة لحج، فقد ذهب إلى إدارة المحافظة وسلم لها سيارة الإسعاف التي كان محتفظا بها لمدة عامين. وقال الموقع إنه لم يكن أحد يعلم أن المواطن محتفظ بسيارة الإسعاف وقد جنبها التدمير أثناء الحرب. وتسلم وضاح الحالمي وكيل محافظة لحج سيارة الإسعاف التابعة لمكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة، مطالبا كل من توجد لديه ممتلكات خاصة بالدولة استحوذ عليها إبان دخول ميليشيا الحوثي تسليمها. إلى موقع المصدر أونلاين والذي تابع تهديدات من قبل أحد عمداء كليات جامعة صنعاء، والذي قال إن أساتذة الجامعة لا يصلحون حتى كعمال في محلات تغيير إطارات وصيانة سيارات. وقال الموقع نقلا عن مصادر خاصة إن عميد كلية التربية بخولان التابعة لجامعة صنعاء وهو أحد الموالين لجماعة الحوثيين هدد بتصفية الأكاديميين المنتمين للأحزاب السياسية من الجامعة. وأضافت المصادر أن العميد الذي كان يتواجد في مكتب رئيس الجامعة تلفظ بألفاظ النائبة ضد أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة، وجاء ذلك بعد مطالبة أكاديمي الجامعة بصرف الرواتب. هذا وتعيش الجامعة حالة من الاحتقان ضد رئاستها المعينة من قبل الحوثيين بعد تأخر صرف رواتب الموظفين وهيئة التدريس، وكذلك الإجراءات التعسفية والقرارات غير القانونية لرئاسة الجامعة. وقد هدد عدد من أعضاء هيئة التدريس بالإضراب الشامل في حال تأخر صرف رواتب موظفي الجامعة. الحرب الاقتصادية على اليمنيين. تحت هذا العنوان كتبت بشرى المقطري مقالها المنشور في العربي الجديد، وقالت الكاتبة في أجزاء من المقال: منذ بدء الحرب في اليمن ظل الاقتصاد اليمني بعيدا عن الاستهداف المباشر من أطراف الصراع اليمنية وحلفائهم الأقليميين، ولم يكن خيارا لهذه الأطراف بقدر حرص المجتمع الدولي على تجنيب هذا الاقتصاد مزيدا من الدمار بعد تضرره من الحصار الجوي والبري والبحري للتحالف العربي وضرب المؤسسات الاقتصادية الوطنية ونهب ميليشيات الحوثي بمعية قوات صالح موارد الدولة اليمنية بما فيها استنزاف خزينة البنك المركزي والاحتياطي النقدي. فالأعباء التي تكبدها اليمنيون طوال الحرب كانت أحد تداعياتها الطبيعية، إلا أن توظيف الاقتصاد سلاحا في هذه الحرب بعد أكثر من 18 شهرا من الحرب وانسداد الأفق السياسي بين الفرقاء اليمنيين يؤكد إفلاس هذه الأطراف ومسؤوليتها في مفاقمة بؤس اليمنيين. بإقرار الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح إلى مدينة عدن. تدخل الحرب في اليمن مسارا جديدا يجري فيه تفعيل السلاح الاقتصادي في هذا الصراع، إلا أنه سلاح ذو حدين، ومن استسهال اعتباره مجرد قرار سياسي يهدف إلى استعادة السلطة الشرعية سيطرتها على البنك المركزي لرمزيته السياسية والاقتصادية والسيادية وتسهيله مهام الحكومة في حال عودتها النهائية إلى مدينة عدن، إضافة إلى إضراره بسلطة الحوثيين وصالح وسحب الموارد الاقتصادية بما يترتب عليه من دخولهم في مواجهة مباشرة مع المجتمع وتدشين ثورة الجياع كما صرح الرئيس هادي. وقد تنقلب هذه المعادلة على شرعية هادي نفسه، فالمواطن اليمني المطحون الذي يحارب في مصدر دخله لن يرى في هذه الشرعية سوى الوجه الآخر لميليشيات الحوثي وصالح التي طحنت اليمنيين. موقع التغيير نت عنوان في صفحته الرئيسية: الدفاع اليمنية ترد على نتائج التحقيق
في استهداف قاعة العزاء بصنعاء، حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة التي تقع تحت سلطة الشرعية بأنها اطلعت على نتائج التحقيق التي أعلنها الفريق المشترك للتحقق من الحوادث في اليمن، وتقدر الجهد الذي بذله أعضاء الفريق، وتأخذ بعين الاعتبار ما جاء فيه من معلومات، وتؤكد حرصها للكشف عن ملابساتها الحادث عند اكتمال تحقيقاتها الداخلية. ونقلت صحيفة الوطن السعودية تصريحاً عن رئيس هيئة الأركان العامة لواء محمد المقدشي الذي قال إن التحقيقات لا تزال جارية حتى الآن بخصوص صالة العزاء، والتنسيق مستمر مع التحالف بهذا الشأن، وهيئة الأركان متعددة وكثيرة وهي موزعة على مأرب وعدن والرياض والحديدة وغيرها. وأضاف: سوف نتأكد من تلك الجهة المعنية بالحادثة، ونتمنى ألا يكون هناك أي اختراقات في الجيش، ولا نريد استباق الأحداث قبل استكمال كافة التحقيقات. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لنطالع أهم ما تناقلته الصحف العربية في الشأن اليمني، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، نعاود معكم مطالعة أهم ما تناولته الصحف العربية لهذا اليوم في الشأن اليمني، والبداية من صحيفة القدس العربي والتي عنونت: الحوثيون يخططون لبيع عقارات الدولة لتغطية العجز عن دفع مرتبات الموظفين. وثيقة رسمية كشفت عن إجراءات بدأتها سلطات الانقلاب في صنعاء لعرض أراض وعقارات مملوكة للدولة للبيع بالمزاد العلني. وحسب الوثيقة الموجهة من القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة المعين من قبل جماعة الحوثيين إلى القائم بأعمال رئيس الوزراء، فإن رئيس الهيئة يطالب بالسماح له بعرض أراضي وعقارات الدولة في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات للتخطيط كمدن سكنية وأراض استثمارية وعرضها للبيع في المزاد. هذا الإجراء يأتي كمحاولة من سلطات جماعة الحوثيين في صنعاء لتوفير موارد للسيولة المالية بعد أن وصلت الخزينة إلى حالة إفلاس وعجز عن دفع مرتبات موظفي الدولة. وإلى صحيفة العربي الجديد والتي تتابع باهتمام ما تبقى من حركة اقتصادية بسيطة تساعد على بقاء القليل من الحياة، وعنونت الصحيفة: الحوثيون يجمدون اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين اليمن والسعودية. أعلنت جماعة الحوثيين المتمردة في اليمن عن تجميد اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع المملكة السعودية التي تقود تحالفاً دولياً لدعم الشرعية في اليمن منذ مارس 2015. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية في نسختها الخاضعة للحوثيين، أقر مجلس الوزراء في صنعاء العمل على تجميد اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني الموقعة بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية بموجب توجيه من المجلس السياسي الأعلى. وتعد السعودية أكبر الدول المانحة لليمن، وهي شريك في الطيران الرسمي اليمني ممثلا بالخطوط الجوية اليمنية بنسبة 49%، وتمتلك 75% من أسهم طيران السعيدة المخصص للنقل الجوي الداخلي بين المحافظات اليمنية. هذا وبلغ التبادل التجاري بين اليمن والسعودية حوالي 7 مليارات دولار عام 2013 قبل أن يتراجع إلى الصفر عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء. نذهب الآن لمطالعة أخبار الشأن اليمني في صحيفة الاتحاد التي عنونت في صفحتها الرئيسية: تخريج الدفعة الأولى من قوات خفر السواحل في حضرموت. وفي تفاصيل الخبر قالت الاتحاد إن مدينة المكلا في محافظة حضرموت شهدت حفلة تخرج الدفعة الأولى من قوات خفر السواحل بهدف تأمين المنطقة وإعادة الاستقرار لها عقب طرد التنظيمات الإرهابية منها في إبريل الماضي. ودشن حفلة تخرج الدفعة التي يبلغ قوامها 135 جندياً بعرض عسكري حضره عدد من القيادات العسكرية والأمنية في حضرموت إلى جانب عرض بحري بالزوارق البحرية. قائد قوات نخبة خفر السواحل بمحافظة حضرموت الرائد محمد باعيسى قال إن القوى المتخرجة ستتسلم مهامها مباشرة لتفعيل واستئناف نشاط خفر السواحل بشكل متكامل والقيام بمهامهم
في الدفاع عن المياه الإقليمية وحماية المنشآت الحيوية والنفطية وحماية الحركة الملاحية في المياه الإقليمية بساحل حضرموت. وهناك دفعات أخرى سيتم تخرجها قريبا وسيتم إلحاقها بالمهام الأمنية، وذلك في إطار إعادة تشكيل هذا الجهاز الأمني الهام. عصر الطوائف وفضيحة القرن. تحت هذا العنوان كتب طيب تيريني مقاله المنشور في صحيفة الاتحاد، وقال الكاتب في جزء من مقاله: ما نواجهه الآن في العالم العربي قد يرى من حيث هو نهاية إنسانية للبشر المعنيين هنا، ومقدمة للدخول في عصر اللامبعديات التي بشر بها النظام العولمي. وهذا يضعنا أمام ثنائية طرفها الأول يدعونا للدخول في عصر المال والسلعة، في حين يدعونا طرفها الثاني لانتفاضة عالمية تؤسس من جديد الحرية والعدالة والكرامة. ذلك ما نراه في الهستيريا الجامحة التي نواجهها الآن، إنها الهستيريا التي قد تكون عودة إلى عصر الوحشية، وهذه الأخيرة هي التي يراد لها أن تطيح بتلك الثلاثية الحرية والعدالة والكرامة. فماذا يعني أن تفكك مدينة التاريخ والحضارة حلب؟ لنسمع ما يثار الآن دوليا هوسا شائعا، الأطفال والنساء والرجال وما تبقى من كائنات حية ينادون العالم أن يفعلوا شيئا من أجل الإنسانية التي تدمرها الطائرات والعقول الأهبقة والمواطن الزائقة. إن المنظمة الأممية الدولية التي نشأت من أجل تنفيذ ما لم يستطع العالم فعله بمنظماته ومرجعياته قبلها أخفقت في تأدية واجباتها المقدسة، لأن الآليات التي تعمل بمقتضاها ظهرت خارج الحل أو الحلول التي يتعين عليها أن تقدمها، وقد ظهرت تلك أيضا خارج منظومة القيم والشرف التي أعلنت أنها خارجة منها وعليها. وهذان العاملان، القواعد القانونية والمنظمات الأخلاقية التي أقسمت على الالتزام بها، غابا كليا عن العقلانية والموضوعية والمحايدة والشرف الإنساني. إنها لم تجد ما يشعل في العقل والشرف الإنساني نار الكرامة الإنسانية المطعونة المذبوحة. صحيفة الخليج الإماراتية قالت في أحد عناوينها: اليمن يعتذر عن ترأس القمة العربية المقبلة. تقول الصحيفة إن اليمن أبلغ جامعة الدول العربية اعتذاره عن ترأسه الدورة المقبلة للقمة العربية 28، وذلك في ضوء ما يواجهه البلد حاليا من تحديات. جاء ذلك خلال رسالة من وزير خارجية اليمن عبد الملك المخلافي، نقلها مندوب اليمن الدائم لدى الجامعة العربية السفير رياض العكبري للأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط خلال استقباله أمس بمقر الأمانة العامة. وأوضح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية أن مندوب اليمن قام خلال المقابلة أيضا بتقديم شرح واف حول تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية في اليمن، موضحا صعوبتها ودقتها خاصة مع استمرار تعنت الانقلابيين فيما يخص المسار السياسي والأمانة العامة، ستجري اتصالاتها في هذا الشأن وفقا لأحكام الميثاق حول الرئاسة الدورية المقبلة للقمة. صحيفة الشرق الأوسط تابعت أحد أخطر التطورات في المنطقة وعنونت: الكويت لا حوار منفردا مع طهران، وعليها أن تلتزم بمبدأ حسن الجوار. وقالت الصحيفة: أكدت دولة الكويت أنه لا توجد أي مساع لحوار مع طهران، وأنها لن تقبل بأي حوار بأي شكل من الأشكال مع الحكومة الإيرانية، وفي حال تمت مساع لحوار معها فلن يكون حوارا منفردا بين الكويت وطهران، بل سيكون حوارا بين دول الخليج العربي وإيران. وشدد خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي في حديث للشرق الأوسط أن المطلوب من إيران لفتح صفحة جديدة مع جيرانها الخليجيين ليس مستحيلا، وقال: نحن نطالب بالالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مضيفا أن التزام إيران بتلك المبادئ كفيل بتخفيف الاحتقان وجلوس دول مجلس التعاون للحوار معها على طاولة واحدة، ومشددا على أنه لا يمكن الحديث عن حوار كويتي إيراني وإنما حوار خليجي إيراني فيما لو حدث. وجاءت تصريحات الجار الله حسب قول الصحيفة بعد أحاديث بثتها وسائل إعلام مدعومة من إيران عن مساع دبلوماسية لإقامة حوار كويتي مع إيران، إلا أن دولة الكويت
ترفض أي حوار منفرد مع طهران. الحقيقة والتاريخ أقوى. تحت هذا العنوان كتب يونس السيد مقاله المنشور في صحيفة الخليج، وقال الكاتب: الحق ينتصر مهما طال الزمن والباطل إلى زوال. بهذه الكلمات البسيطة يمكن تلخيص قرار اليونسكو ولو جاء متأخرا بتأكيد إسلامية وعروبة القدس والمسجد الأقصى، وهو بقدر ما ينفي أي علاقة لليهود بالمدينة المقدسة والحرم القدسي، فإنه يؤكد قوة الحق الفلسطيني القائم على حقائق التاريخ والجغرافيا التي ستنتصر لا محالة، بعيدا عن الأوهام الصهيونية القائمة على الخداع والتضليل والتزوير على مرأى من العالم كله. الصدمة التي تلقاها الكيان الصهيوني وأصابت الإسرائيليين يمينا ويسارا بكل أحزابهم وقواهم السياسية وغير السياسية بنوبات من السعار والهستيريا، ودفعتهم إلى تعليق عضويتهم في المنظمة الدولية واتهامها بالهذيان، ليست مجرد رد فعل آني على قرار اليونسكو بقدر ما وضعت الإسرائيليين أمام الحقيقة وجها لوجه. رغم محاولات الالتفاف على القرار التي قامت بها المديرة العامة للمنظمة الدولية تحت ضغوط قادة الكيان، فها هي الأماكن والرموز تسمى بأسمائها الحقيقية: القدس ليست أورشليم، والحرم القدسي ليس جبل الهيكل، وحائط البراق ليس حائط المبكى. وبهذا المعنى فإن كل محاولاتهم العبثية لطمس الهوية العربية والموروث التاريخي للشعب الفلسطيني المتجذر في الأرض رغم كل محاولات اقتلاعه منها ذهبت أدراج الرياح. كيف تبدو مدينة حلب السورية بعد 3 أشهر من الحصار والحرب؟ الإجابة يمكن رؤيتها في جولتنا المصورة التي نشرتها العربي الجديد لمدينة كانت زاهية وفقدت كل ذلك. نتابع الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة نترككم في أمان الله ونتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.